معنا مشاهدينا الكرام للمزيد بشأن الفساد الحكومي وتأثير هذا الفساد في الوضع الاقتصادي للعراق وكذلك في الموازنة. معنا من عمان عبر سكايب الخبير والباحث الاقتصادي دكتور صباح علو. مرحبا بكم دكتور صباح. لماذا يعني في كل مرة هناك تأخير في الموازنة وتأخير في إرسالها إلى مجلس النواب؟ تحية لكم. حقيقة ما يحصل بالعراق قد لا يمكن أن نراه في دول أخرى، ممثلا خاصة في موازنة 23 24 25، وهذه سابقة غير موجودة في النظام العالمي بشكل أو بآخر، أن هناك موازنة لثلاث سنوات. والغريب أن العجل الموجود في هذه الموازنة كبير جدا، يدلل على أن عملية التخطيط والدراسة السليمة والصحيحة لكل سنة من الموازنات وتقديمها يكون متأخرا، دليل أن هناك حالة من حالات الصراع ما بين القوى السياسية القائدة للبلد. حقيقة نلاحظ تنعكس في الآونة الأخيرة جميع خلافاتهم باتجاه الموازنة أو عمليات التخصيصات وغيرها. فنلاحظ أن هذه الموازنة عام 24 ما زال لغاية الآن موجودة لدى الحكومة ولم يتم تحويلها إلى مجلس النواب للتصديق عليها، وهذا يعكس لنا أن هناك صراعا واضحا متمثل بانسحاب الأحزاب الكردية من اللجنة المالية في مجلس النواب واعتراضهم على عملية التغيير في عملية الاتفاقات السياسية التي حصلت في مسألة إيرادات نفط كردستان والإيرادات اللي هي خارج النفط أيضا. تمت عمليات التسويات سياسيا، ولكن في الموازنة تم عمليات التغيير في التعبيرات الموجودة في داخل جداول الموازنة، مما أدى إلى وجود خلاف ما بين القوى الكردستانية والمركز في داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، أدى إلى انسحابها. ولاحظ تم الاتفاق على أن يتم إنتاج 400 ألف برميل من كردستان، وتم عملية وضع إيراداتها في الأماكن المقررة والمتفقة عليها، ولكن حصل التغيير وهو أن تقوم كردستان بتسليم 400 ألف برميل إلى الحكومة المركزية عن طريق شركة سوما، إضافة إلى طلبوا تسليم الإيرادات اللي هي النفط وخارج إيرادات النفط إلى الحكومة قبل تسليم حصة الإقليم اللي هي 12.7 من الموازنة. وهذا نعم دكتور أيضا عفوا دكتور صباح، يعني فضلا عن ما ذكرته من خلافات بين إقليم كردستان والحكومة في بغداد وتأخر هذه الموازنة، ولكن أيضا لجنة النزاهة النيابية أقرت بأن زعامات سياسية هربت 90% من الأموال إلى خارج العراق، يعني من هؤلاء الزعامات. كيف يمكن السماح برأيكم بهذه النسبة الكبيرة من تهريب الأموال على أيدي الزعامات في العراق؟ حقيقة هذا جانب خطير جدا على العراق. نعم. أن تتم عمليات الهدر والاستنزاف لأمواله عن طريق عمليات شبه مشرعنة من الفساد في مسألة غسيل الأموال لعمليات تهريب السلاح، تهريب المخدرات، جعلوا من العراق نقطة توزيع لمختلف أنواع الممنوعات بالعالم، وهذا شكل خطورة كبيرة جدا، منها تهريب النفط. لاحظ يعني يوميا بحدود حوالي أكثر من 100 مليون دولار تتم عمليات تهريبها، وبوضح النهار حقيقة ولم تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بإيقافها. وهنا السؤال، يعني من يحاسب هؤلاء المسؤولين، وأيضا ما دور لجنة النزاهة النيابية التي ترصد ذلك؟
أولا لجنة النزاهة حقيقة هي جاءت من خلال عملية المحاصصة ما بين القوى السياسية الحاكمة، وهذا لا يمكن أن يعطيها التفويض الكبير لمحاسبة كبار الساسة اللي يقومون بعمليات فساد أو عمليات هدر أو سرقة للمال العام. لذلك نلاحظ هيئة النزاهة حالياً تمتلك ما لا يقل عن 5000 ملف للفساد، ولكن تتطرق دائماً إلى الدرجات الدنيا للموظفين أو لمن هم يعملون تحت غطاء هؤلاء السياسيين الكبار. نعم دكتور صباح. للوصول إلى عمليات السرقة والفساد المالي الموجودة بالعراق. شكرا جزيلا لك إذن دكتور صباح اللو، الخبير والباحث الاقتصادي.